كم يوم وأنا وعيالي في المسجد في غرفة المؤذن اللي طلع منها مسكين وخلانا نجلس أنا وعيالي، بنغالي حن علي أنا وعيالي، الصور والأفلام اللي تشوفونها نشرتها على بريد الأمير الخاص وبريد الإلكتروني حق ولي العهد وعلى ديوان الخدمة وعلى الإسكان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولكن للأسف وما قبي عليكم ولا حد رد علي ولا حد اهتم فيني، لا أنا ولا عيالي. كم يوم وأنا وعيالي في الشارع ما حد سأل عنا، مستكثرين علي أنا وعيالي بيت، مستكثرين علي أنا وعيالي بيت، في حين أن الدولة قاعدة تبني المجمعات وتصورها بكاميرات وتحط عليها حرس وبادي جارديات عشان الأجانب وعشان يقولون قطر وقطر، خلي اللي يجون يشوفون قطر يشوفون المواطنين شلون عايشين. قاعد أبيع ملابس عيالي وأبيع نعلهم الله يعزكم على الجيران عشان أوفر لهم الخبز والحليب، هذا حل قطرية. ويا ليتني مجنسة ولا متجنسة، قطرية أصل وفصل. هذا حال عيالي، الدولة قاعدة توزع المليارات يمين ويسار، تبني هالأبراج وتبني الأندية والرياضة وما رياضة، خلهم يجون يشوفون عيال القطرية شلون عايشين. تجريت ونشرت صور عيالي إلا عقب ما قطعت مشوار كبير في المحاكم، من 99 وأنا في المحاكم سكروا الأبواب كلها بوجهي، حقوقك وحقوق عيالك من اختصاص الأمير، أمر سيادي، إحنا ما نقدر نعمل لك أي حاجة. وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثانية، وكان في استقبال الوفد القطري في مطار بن غوريون في تل أبيب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني، حيث تم في أثناء الزيارة تجديد العقود بين الجانبين بشأن بيع الغاز القطري لإسرائيل، إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة بين تل أبيب والدوحة حول تطوير المناهج التعليمية في قطر من خلال الاستفادة من تجربة إسرائيل في هذا المضمار. وأكد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أثناء اللقاء على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من جانبها أكدت ليبيا على أن لقطر دورا مهما في توثيق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، هذا ولم تبث وسائل الإعلام العربية خبرا عن الزيارة خاصة قناة الجزيرة، وذلك امتثالا لأوامر الحكومة القطرية. يذكر أن زيارة أمير قطر لإسرائيل كان قد تمت منذ فترة وسربت أخيرا عبر شريط مصور بث على شبكة الإنترنت، وصلت الفيحاء نسخة منه.
الزبالة المجرم اسمه فيلمنج روس، لما سمعوا انه على بعد ساعة ونص بالطيارة من ديرتهم من الكويت، وين فيه؟ مع الأسف في قطر. لا يدش قطر، يدش الدوحة الغالية ويقعد ويحكي ويصفقوله، عسى قول امين تصفق ملائكة النار بالدنيا قبل الآخرة. معقولة؟ معقولة هذا صار؟ أفا أفا يا أهلنا بقطر، ما بغيناها منكم ولا هل هقوى فيكم